اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ونقاط الضعف والقوه الخاصه بفريق النجم الساحلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عوده جديده لدوري ابطال افريقيا، ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. اولا اخذ بس رايك سريعا جدا في تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. اولا يعني في البدايه طبعا ان شاء الله تكون بدايه خير لمباراه النهارده للنادي الاهلي، وتكون افتتاح كده باذن الله خير للنادي الاهلي في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. بالتاكيد التشكيل النهارده كابتن اسلام هو الراجل ده تشكيله اللي بدا بيه، نفس التشكيل بالظبط باستثناء وجود رمضان صبحي، لان هو كان مريحه في المباراه اللي فاتت عشان كان بيلعب مع منتخب الشباب. النهارده بيبدا بيه تشكيل النهارده بياكد ان الراجل ده فكره هجومي، وده يعني ده حتى طبعه لما كان مع بازل السويسري، يعني نفس الفكره اللي كان بيلعب فيها لما كان سوري اندرلخت البلجيكي، كان نفس الفكره بالظبط. لكن بيلعب في مراحل النوك اوت كلها كان بيروح سواء ذهاب او اياب بيسجل اهداف. فده واضح ان فكر فايلر ان هو في كده هو بيلعب النهارده رايح اسجل هدف، سواء بقى هنكسب هنخسر، هو الراجل ده فكره وطبعه كله هجومي. واضح جدا ان فايلر في التشكيله هجوميه، وجود اتنين ارتكاز زي عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، مفيش واحد بيغلب عليه النكهه الدفاعيه دي، بتاكد ان الراجل ده يعتبر كورته هجوميه، 1 2 3 4 5 6 6 قدام هجوميين، ويعتبر عمرو السوليه هو اللاعب السادس، هو اللي هيعمل عمليه الكفرنج ورا او عمليه السكريننج ورا الخماسي الامامي الهجومي. فالتشكيله طبعا فيها دي فيها مغامره نوعا ما هجوميه، ولكن المغامره اعتقد ان المدرب مدرب هجومي فايلر، وده اعتقد ان هو مناسب لفكره وعقليه النادي الاهلي، وان شاء الله المغامره دي تنجح، مغامره فايلر يعني. طيب خلينا برضو نقول التشكيله الرسميه للنجم الرياضي الساحلي التونسي، مكرم البديري وزياد بوغطاس وصدام بن عزيزه وعمر كوناني ومرتضى بن والناس وماهر الحنيشي.